السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله جميعا. نحن اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، وحديثي إليكم في إطار معا رشاد أردت منه أن أتطرق إلى حديث الساعة إذا شئنا، أو نقاش الساعة في على الساحة الجزائرية اليوم. هناك نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى تتعلق بما يسمى ب الدستور أو تعديل الدستور، والنقطة الثانية وهي أن هذه الأيام تتوافق مع الذكرى، أو نتذكر فيها الذكرى 24 للانقلاب، الانقلاب العسكري في الجزائر في 11 يناير 92. فأردت أن أبدي رأيا أو تحليلا سريعا حول هذين الموضوعين. لكن قبل أن أبدأ في ذلك، في واقع الأمر قبل حوالي أقل من ساعة جاءني سؤال على الفيسبوك وأردت أن أجيب عنه، لأنه هذا السؤال تكرر عدة مرات ولم تكن لي فرصة، تكرر عند آخرين ولم تكن لي فرصة أن أجيب عنه ولو اختصار. فأردت اليوم ربما أن أبدأ بالإجابة، خاصة أنه يرتبط بالموضوعين اللي أردت الحديث فيهما. والسؤال يقول: ما رأيك يا فلان، هل تعتقد لو أن الإسلاميين تركوا ليحكموا في الجزائر بعد فوزهم في الانتخابات، هل كان الوضع سيكون أفضل أو يكون أسوأ مما هو عليه اليوم؟ طبعا سؤال في واقع الأمر يطرح إشكالية كبرى ويطرح قضايا كثيرة، ولذلك لا أستطيع أن أجيب عنه بالتفصيل، لكن سأجيب عنه بالاختصار. اختصارا أقول في اعتقادي وربما في اعتقاد الكثيرين، نعم كان الوضع سيكون أفضل، الاحتمال الأكبر أن الوضع كان سيكون أفضل، وذلك لمجموعة من الأسباب التي تثبت هذا القول أو هذا الادعاء. السبب الأول هو أنه الشعب انتخب، الشعب أراد، أن هناك أغلبية غالبة أرادت، أغلبية غالبة من الذين انتخبوا من المنتخبين أرادوا ذلك، أرادوا للجبهة الإسلامية أن تفوز وفق ما كانت تطرحه من برنامج، وحصلت في الدور الأول فقط على 188 صوت أو مقعد من أصل 231، وكان باقي حوالي 200 مقعد آخرين، وكان ممكن أن تحصل فيهم تقريباً على نفس العدد، أي حوالي 80 إلى 85% من المقاعد. إذن هناك إرادة شعبية، وبما أن هناك إرادة شعبية فمعناها أن الناس تريد لهؤلاء الناس أن يحكموا، أو على الأقل أن يجربوهم في الحكم، وهذا هو أصل الأشياء، الإرادة الشعبية. الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي يجعلني أقول هذا هو أنه الدستور الذي كان قائما، دستور 89، 23 فبراير 89، في الحقيقة يقسم الصلاحيات بين عدة أطراف، بين رئيس الجمهورية، بين رئيس الوزراء وليس الوزير الأول كما يقال اليوم، وبين أطراف أخرى سواء في البرلمان أو في القضاء أو في غيرها. ولكن خاصة أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية والذي كان آنذاك شاذلي بن جديد، أعطاه الحق في حل البرلمان، وأعطاه الحق في قضايا الدفاع وقضايا الشؤون الخارجية يشرف عليها، ليس فقط وزارة الدفاع، كل قضايا الدفاع يشرف عليها وزير الرئيس، وقضايا الشؤون الخارجية بما فيها وزارة الخارجية وما يتبعها يشرف عليها الرئيس، إضافة إلى اختصاصات أخرى. ومن بين أهم الاختصاصات كما قلت هو حل المجلس الشعبي أو البرلمان إذا رأى لذلك ضرورة وفق ضوابط معينة. الأمر الثالث هو أنه كان بالإمكان للذين قاموا بالانقلاب، كان بالإمكان للجنرالات الذين قاموا بالانقلاب أن يقولوا: نحن سنحترم إرادة الشعب وسنحترم الدستور، ولكن نقول للإخوان الذين فازوا، لهؤلاء الذين فازوا، للخصوم الذين فازوا، حتى لو قالوا لهؤلاء الناس الذين فازوا بأي لغة، أنا لن نسمح لكم بالخروج على الدستور، لن نتدخل في شؤون الحكم،
نحن هنا قوة عسكرية لحماية البلاد وليس للتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، لن نستخدم السلاح داخل البلاد وإنما سنستخدمه لحماية البلاد، ولكنكم إذا خرجتم على الإطار الدستور، مثلا يأتي واحد منكم ويقول لنا أن الديمقراطية كفر ولن نكرر الانتخابات كما كان البعض يقول أو كما كان البعض يتهمهم، أو يقول البعض أننا سنسقط الجمهورية، أو يقول في هذه الحالة بما أن الشعب هو الذي جاءكم ولم تأتوا أنتم بثورة شعبية مثلا وبالتالي تفرضوا ما تريدون من أفكار، وإنما جاء بكم الشعب وفق دستور معين وفق ضوابط معينة وفق ما يسمونه أحيانا باللعبة السياسية، إذن عليكم أن تحترموا الدستور. ما دام ستحترمون الدستور سنحترمكم ولا نتدخل في شأنكم. إذن كان يمكن لهؤلاء الجنرالات أن، أنا لست مع هذا الرأي، لكن في أسوأ الحالات أن يقولوا هذا الكلام. إذن هناك مجموعة من الإضافة إلى في الحقيقة هناك أسباب أخرى كثيرة تقول أن الوضع كان سيكون أفضل، وهو أنه في اختصار بسيط لو نجح هؤلاء الإسلاميون في إدارتهم لشؤون البلاد كانت الناس ستنتخبهم، لو لم ينجحوا كانت الناس ستنتخب غيرهم، وهكذا تتبادل النخب على إدارة البلاد وكل واحد يقدم أفضل ما عنده وكل واحد يأتي بأفضل ما عنده والناس تتنافس في خير البلاد. وبما أنه تنافس في خير الشعب وفي خير البلاد وخير الوطن، فهذا ليس فقط جزء من الإسلام الأصلي والأصيل، لأن أقرب الناس إلى الله وأنفعهم لعباده كما يقول الحديث الشريف مثلا، ولكن أيضا لأنه سنأتي طبيعة الأشياء ستأتينا بالأفضل، لأن الناس ستتنافس لكي تقدم للناس، لأن الناس ستعرف الأحزاب والتنظيمات السياسية ستعرف أن الشعب في نهاية المطاف هو الذي سيقرر مصيرها، هل ستبقى في السلطة أو لا تبقى، هل ستكون وحدها أو يشاركها آخرين، هل ستكون في المعارضة أو تكون في الحكم إلى آخره. لكن أن يأتي كم شمل الجنرالات، أغلبهم كانوا كابرانات عند فرنسا، يعني من 8 أو 9 الذين قاموا بالانقلاب 8 منهم أكثرهم، يعني واحد فقط اللي هو الجنرال توفيق لم يكن كابران عند فرنسا وبدأ حياته كابران في الجزائر بعد الاستقلال أو في نهاية الاستقلال تقريبا، يعني البقية كلهم كانوا يقاتلوا من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية، كانوا يقاتلوا من أجل أن يبقى المستعمر مستعمر، كانوا يقاتلوا في إخوانهم، كانوا يقاتلوا في الثوار. نحن نعرف أن قائد الانقلاب نزار أنه هو كان كابران عند فرنسا، وأن والده كان كابران عند فرنسا، وأن والد والده جده كان كابران عند فرنسا، أي أنها أسرة سلالة كابرانات عند فرنسا. أخطر من ذلك أن نعرف أنه انضم نزار، خالد نزار انضم للجيش الفرنسي بعد ثورة نوفمبر 54، في نهاية 54 بداية 55 حسب بعض الأحوال، وأنه في واقع الأمر لم ينضم للثورة هو والكثيرين اللي انضموا بعد 58 إلا بطلب من بيير ميسمير والجنرال ديغول، واللي كانت استراتيجيتهم واختراق الثورة، نرسلوا لهم هؤلاء الذين معنا ويؤمنون بنا، يؤمنون بفرنسا لكي يخترقوا الثورة، إما يحطموها من الداخل، وإذا انتصرت هذه الثورة سيكونوا هم رجالنا داخل نظام الحكم القاتل، وهذا الذي حدث، وهناك الآن شهادات كثيرة. إذا كل المعطيات، كل المؤشرات كانت تقول من أن الوضع سيكون أفضل بكثير مما هو اليوم. شوفوا أين وضعت الجزائر، الناس اللي عاشت السبعينات والثمانينات، يعني الناس اللي أعمارهم 30 سنة 35 سنة فما فوق عاشوا الثمانينات، أو 45 سنة فما فوق عاشوا السبعينات، يعرفوا أن الوضع كان أكثر بكثير، بالرغم أن الجزائر لم تكن بهذا المدخول، أكثر من 1000 مليار دولار، 1000 مليار دولار دخلت البلاد في 16 سنة الماضية. انظروا أحوال البلاد وأوضاع البلاد، انظروا الطبقات الملايين الذين يدخلون حالة الفقر، انظروا القائمة طويلة لا ندخل فيها مرة أخرى. هذا الإجابة عن هذا السؤال ندخل به للموضوع الأول، وهو النقاش الدائر هذه الأيام ما بين بعض الذين كانوا لاعبين رئيسيين في مرحلة الانقلاب، من هم؟ بالرغم أن الذي يملأ الأرض صخبا
وأقول أيضا كذبا اليوم وما زال يصر على كذبه هو الجنرال خالد نزار كابران السابق للجيش الفرنسي، برغم أنه هو الذي يملأ الأرصخة، لكن بدأت تخرج بعض الإجابات. شفنا بعض الإجابات أنه على الأقل سمعنا مثلا أن عبد العزيز بن الخادم كذب وقال له نحن لم نحل البرلمان وأنا لم أحل المجلس الشعبي وأنت تقول أني حليت وأنا لم أفعل ذلك وإنما استمعت لخبر من التلفزيون. كذب شخص آخر أكثر أهمية بكثير ولعب دور رئيسي وأساسي ما بين 88 و98 وهو الجنرال محمد بتشين. لمن لا يعرف محمد بتشين في واقع الأمر هذا أحد جنود أو ضباط الثورة الجزائرية، كان مع أخوه في الثورة الجزائرية ومات أخوه، توفى شهيدا، الأخوه الأكبر توفى شهيدا في 59 أو في 60، لكن هو كان أصغر منه وناجى، كانوا في أعتقد كلهم في منطقة الحدود مع تونس وقضية طويلة. المهم هو نجا، هذا أصبح جنرال في منتصف الثمانينات أو في نهاية الثمانينات في واقع الأمر. كان هو الذي كان يرأس المخابرات العسكرية، مخابرات الجيش في عندما حدثت أحداث أكتوبر 88، ثم أصبح اللي تسمى DCSA La Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée، ثم أصبح هو مسؤول المخابرات العامة اللي تسمى DGPS Direction Générale de la Protection de la Sécurité كما يطلق عليها. كل هذه الكلمات الفرنسية لأن التسميات هكذا للأسف ما زالوا يستخدموا تسميات المفرنسة. وتم إزاحته في أعتقد في نهاية 90 بداية 91 وعاد من جديد في منتصف 93 عندما أصبح زروال وزيرا للدفاع، ولكن ظهوره كان أبرز وأقوى عندما أصبح زروال رئيسا للدولة ابتداء من فبراير 1 فبراير 94 ثم رئيس الجمهورية ابتداء من 16 نوفمبر 95. محمد بتشين هذا لعب دور كبير، وهذا يقول اليوم في جريدة إلكترونية ناشرة من عنده خبر، يقول بصريح العبارة ما يقال اليوم، يقصد نزار، ما يقوله نزار وبعض اللي ما كنا نقول هو مخالي، هو مخالف للحقيقة، وأن هناك حقائق كثيرة وأن لديه ملفات سيكشفها في الوقت المناسب، وأنه كان هناك إرادة حقيقية لإيجاد حل للبلاد، وكان هناك تفاوض مع عباسي مدني وعلي بن الحاج في 93-94. احنا نعرف أن زروال كان يومها وزير الدفاع ذهب للسجن حيث كان عباسي مدني وعلي بن الحاج لمحاولة إيجاد حل. ويقول بتشين كثير من الأشياء، المهم يقول أنه سيتحدث في الوقت المناسب، ردا على الأكاذيب الكثيرة التي قالها نزار في كتبه، ولكن خاصة ما جاء في الشروق، في جريدة الشروق هذا اليومين الثلاثة الأيام الماضية، يعني حديث مطولة مع نزار أكثرها في واقع الأمر لمن يعرف، ولا أدعي أني أكثر الناس طلاعنا ومعرفة، ولكن في الحدود التي أعرفها وأعلمها يعني أكثر ما قاله نزار كذبا وليس صحيحا. لكن طبعا الذين عايشوا من الداخل ولعبوا أدوار أساسية في تلك المرحلة هم أقدر على تكذيبه بواقع الأدلة وبواقع الأحاديث. طبعا نزار شن هجوم على حمروش، شن هجوم على بتشين، شن هجوم على كثيرين لكي يبرر جرائمه، شعوره، طبعا شعوره بغضب الناس نحوه، هناك غضب كبير جدا. وضعت على صفحة الفيسبوك قبل يومين صورته وقلت للناس لو تلتقوه في الطريق ماذا ستقول له، وطلبت الناس أن يكون مؤدبين حقيقة فيما يقولون. في أقل من 6 ساعات كان هناك أكثر من 600 تعليق، ناهيك عن التعليق التي حذفناها لأنها كانت ربما تحتوي كلمات نابية أو خادشة للحياة، لكن الأغلبية العظمى أكثر من 90% شنوا عليه هجوم عنيف واعتبروه، اعتبروا نزار هو رأس الأفعى، رأس الإجرام، رأس الكوارث التي نعيشها اليوم. وهذه حقيقة، صحيح هو مش وحده
وهناك عقلية سائدة، وهناك شخصيات وأشخاص بمئات ربما بالآلاف اللي كانوا في السلطة أو قريبين من السلطة، حتى في الإعلام، حتى اللي كان عقلية الاستئصال، عقلية إلغاء الآخر، عقلية أنا ربكم الأعلى. لكن هو رأس الحربة، رأس الأفعى، فكان هجوم عنيف عليه. قليلين جدا اللي قالوا نترك هذا الأمر لله سيحاسبه، أو قالوا أنه لا، هو في الحقيقة أنقذ الجمهورية. هذه قلة ربما لا تزيد عن 2% من الذين ردوا على هذا ما شبه الاستفتاء حوله. أكثر من 90% أو 92% كانوا يعتبرونه رأس الإجرام، وأنه في واقع الأمر الكثيرين قالوا أنه هذا يستحق الإعدام، يستحق النفي، يستحق التقطيع. أنا لست من هذا الرأي في واقع الأمر. أنا من رأيي أنه يجب أن تكون هناك عدالة، قضاء عادل. طبعا ليس قضاء اليوم، قضاء التليفون، ليس القضاء الفاسد اليوم. يجب أن تقوم إن شاء الله عندما تعود الجزائر من جديد لأبنائها، يكون هناك قضاء عادل ويحاكم كل الذين تسببوا في هذا الخراب، في هذه المأساة، في هذا الإجرام. لكن الشيء الجميل، حتى أعود لما كنت أقوله، هو أنه هناك حديث اليوم. بدأت الألسن تنطلق، بدأ الخائفين أو الخائفون بدأوا يتحدثون، بدأت الأغلال تتكسر. بدأت في هذا الأمر في الحقيقة هناك ثلاث شخصيات ممكن أن يكون لها دور كبير في إظهار الحقيقة. وأتمنى حقيقة أن تكون لهذه الشخصيات الثلاثة أساسا، آخرين أيضا، ولكن هذه الشخصيات الثلاثة التي سأذكرها الآن، أن تقول الحقيقة للشعب الجزائري، خاصة في هذه الظروف العصيبة، عصيبة جدا. بلدنا على أبواب كارثة لا قدر الله، أكثر مما هي الآن، على أبواب الهاوية لا قدر الله، أكثر مما هي الآن. الآن النظام ما زال يدفع فينا دفع إلى الفوضى العارمة، إلى الكارثة العارمة، دفعا حقيقيا. حتى أن هذه التي كانت تسبح بحمده وكانت مع العهد الرابعة، حتى هي الآن تقول أن على غرابتها، يعني تقول أن النظام الجزائري يريد ربيع عربي. هذه لويزة حنون في الجزائر، يا ليت كان ربيع عربي. النظام يريد دمار، لأن الربيع العربي قام الناس، الانتفاضات التي سميت بالربيع العربي من أجل التحرر، من أجل الناس أن تخرج من استعباد العباد، تخرج، هناك رب واحد، تخرج من عبادة هذه الأرباب، تخرج من حكم الفاسدين المجرمين، بن علي ومبارك وبشار وصالح والقذافي، والقائمة طويلة. تخرج من هؤلاء، من حكم هؤلاء، لحكم حر فيه عزة وفيه كرامة. على كل الأشخاص الثلاثة الذي أتمنى أن يتحدثوا في أقرب فرصة ممكنة، ولا يبقوا يتحدثوا بأن لدينا ملف ولدينا ملف. أولهم وربما أكثرهم أهمية هو محمد بتشين، هذا الجنرال اللي بدأ الآن الحديث ولكن ما زال على استحياء. هذا يملك كنز هائل من حقيقة تلك المرحلة، وأنا أدعوه باعتباره مجاهد حقيقي أيام الثورة الجزائرية، بالرغم كل تصرفاته، خاصة تصرفاته في 5 أكتوبر البائسة. برغم ذلك أدعوه أن يخرج في أقرب فرصة ممكنة، وأن يتحدث على العلن وعلى التلفزيونات وعلى الفضائيات وعلى الجرائد وعلى أي مكان، ليكشف المرحلة اللي عايشها هو، خاصة من 88 إلى 98 وقلبها 93-98، واللي كان هو فيها في الحقيقة تقريبا الرئيس الثاني بعد زروال. الشخص الثاني والذي لا يقل أهمية عن محمد بتشين هو الجنرال زروال، الرئيس زروال. هذا أيضا لديه من الأسرار ومن الحقائق ومن المعلومات شيء رهيب. وبقاء الآن في فيلا في باتنا هكذا وكانه لا يعنيه الأمر، هذه ليست من سمة الرجال. وهو مرة أخرى باعتباره كان أحد أصغر المجاهدين،
انضم للثورة الجزائرية عمره 16 سنة، كي كان نزار يقاتل من أجل أن تبقى الجزائر الفرنسية. أدعوه بل أرجوه أن يكون في أقرب فرصة ممكنة أن يتحدث، أن يكشف الحقيقة، لأن أقل شيء أن يساهم بكشف الحقيقة حتى لا تهوي الجزائر حيث يدفعها الدافعون اليوم من كبار المجرمين، وحتى يضع حد للأكاذيب على نطاق واسع التي نشرها وينشرها نزار نشرها في كتبه ولا زال ينشرها بأحاديثه المستمرة، سواء عبر الجرائد أو عبر جريدة ابنه اللي تسمى الجيري باتريوتيك أو غيره. والشخص الثالث، وأتمنى عليه أن يخرج من مرحلة الانتظار ومن حالة جس النبض والحسابات والتكتيك، وهو أيضا كان مجاهد وكان أحد أصغر المجاهدين آنذاك للثورة الجزائرية، وهو مولود حمروش. سي مولود خلاص، ما أعتقدش أن في إمكانية أن يناديوك العسكر لتكون رئيس جمهوري. العسكر فصلوا أمرهم وحسموا أمرهم وراهم باقين مع العاجز، وعندما يذهب العاجز سيأتون بما لا يقل عنه سوء إذا استطاع. فأدعوك سي مولود حمروش أن تتحدث، أنت لديك معلومات هائلة عن النظام ككل، وأنت أحد العلب السوداء لهذا النظام، ولكن خاصة في الفترة ما بين 88 و92، أنت تملك من الحقائق وتعرف من الحقائق ومن الأسرار ما يمكن تغيير كثير من الأشياء، لأن الناس تريد أن تعرف الحقيقة. لن نستطيع أن نبني مستقبلا ولا حاضرا بدون أن نعرف وأن نبني على أسس صحيحة، على تاريخ حقيقي. أنا شخصيا لن تقدم لي الكثير، أنا وأمثالي ربما لن تقدم لهم الكثير، لكن هناك أجيال هائلة تريد أن تسمع من الذين لعبوا أدوار أساسية في تلك المرحلة. أنتم الثلاثة الذين ذكرتهم، طبعا هناك آخرين، هناك آخرين الذين يمكنهم الحديث عن تلك المرحلة بما فيهم أيضا من الجانب الآخر ومن الطرف الآخر، من بين هؤلاء عباسي مدني، علي بالحاج، ربما الأخضر الإبراهيمي كان هذا أيضا وزير خارجية فترة ويعرف بعض الأشياء، ربما غيره اللي كانوا رؤساء حكومات في تلك المرحلة بشكل أو بآخر. لكن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم، محمد بتشين، اليمين زروال، ومولود حمروش، يحملون ويعرفون كثير من الأسرار. ومن الأصل ومن المبدأ أن تكشف هذه الحقائق للناس حتى الناس تسترجع حقيقة ما جرى، وحتى تواجه المستقبل بالسلاح الذي يجب أن يواجه به، وهو سلاح الحقيقة أولا وقبل كل شيء. لا يمكن أن نبني جزائر على أكاذيب وأضاليل، سنهوي أكثر، سنتجه إلى الانحراف أكثر، سنتجه إلى الضياع أكثر. تبنى الأوطان الحقيقية وتستمر على الحقيقة قبل كل شيء، وعلى العدل، والحقيقة جزء من العدل بمعناها الواسع ومعناها الكبير. قبل أن أنهي حديثي، النقطة الثانية التي كنت أريد أن أتحدث عليها ولو بسرعة، هو ما يسمى بتعديل الدستور، وأنا لا أناقشه من منطلق أنني أناقش أفعال هذا النظام الحكم القائم اليوم. بالنسبة لي وبالنسبة لحركة رشاد، نحن لا نعترف بنظام الحكم القائم، ونعتقد أنه كل ما يأتي منه هو باطل ويجب أن يبقى عديم ومنعدم وباطل، لأنه بني على باطل، بني على نهب إرادة الشعب، بني على انقلاب على إرادة الشعب. ومن ثم نحن نناقشه من مبدأ فقط وصل الكذاب لباب الدار. من بين وصل الكذاب لباب الدار هذه، إذا شئنا يقال لنا اليوم في هذا الدستور، يعني التعديلات التي أقدموا عليها حقيقة، هو الدستور كان أصلا بائسا، ولكن أقدموه، وإن كان بائس بالمفهوم السياسي، بائس بمفهوم أنهم لا يطبقونه أصلا، ولكن الآن جاءوا بأشياء أخرى وبأمور أخرى لا تقل بؤس، ولن تنفذ في نهاية المطاف. هناك مادة في هذا الدستور
أعتقد المادة 32 تقول أن القانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة. القانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة، يعني بمن لديه سلطة ويتعسف يظلم أو لا يتصرف بها بطريقة جيدة فإن القانون يعاقبه. لو نفذت هذه المادة فإنها أول ما تنفذ هو على الجماعة الحاكمة اليوم وعلى رأسهم عبد العزيز بوتفليقة ومن يحيطون منه، لأن السيد رجل مريض جدا، الناس تراه في حالة سيئة جدا، بائسة جدا، وضع عاجز جدا، ومع ذلك ذهب إلى عهدة رابعة ويستمر فيها، وهو الذي لم يخاطب شعبه منذ 44 شهر، أكثر من 44 شهر، منذ 8 ماي 2012 في الخطاب المخادع اللي قال فيه طاب جناننا وإحنا لازم نسلموا المشعل إلى الشعب وإلى الشباب. وفي بعدها بثلاث أيام عين على رأس ما يسمى المجلس الشعبي الوطني أكبره سنا، هو رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم العربي ولد خليفة، كان آنذاك عمره 74 سنة، اليوم عمره 78 سنة، أكبرهم سنا، اختاروا بوتفليقة. وقبلها بأربع أيام أو ثلاث أيام كان يقول سنعطي المشعل للشباب. أي خداع هذا؟ أي نفاق هذا؟ أي كذب هذا على الناس؟ من بين المواد في هذا الدستور تلك التي تتحدث عن صلاحية الرئيس، والحقيقة أن كثير من المواد تتحدث عن صلاحية الرئيس، لكن خليني نذكر لكم مادتين فقط وبسرعة أقرأهم، وهي التي تتحدث عن صلاحية الرئيس. تقول المادة 77: يطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية: هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الجمهورية، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء، يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه، يوقع المراسيم الرئاسية، له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، يسلم أسلمة الدولة وناشئينها وشهاداتها التشريفية. وتضيف المادة 78: يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية، الوظائف والمهام المنصوص عليها في هذا الدستور، الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولو أجهزة الأمن الولاة، ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. مادتين، وهناك صلاحيات أخرى في مواد أخرى متناثرة عبر الدستور. ومن بين المواد الأخرى والصلاحيات الأخرى لهذا الرئيس هو أنه يعلن حالة الطوارئ، يعلن حالة الاستثناء، يعلن حالة الحرب، إلى آخره. صلاحيات إمبراطورية، صلاحيات إمبراطورية لشخص اليوم لا يستطيع أن يلبس صباطه، يحمل منديل ورق يحمله بصعوبة، لا يستطيع أن يقف على رجليه، لا يستطيع أن يخاطب الناس ولو بأربع كلمات، تحدثهم مرة قلت له قول فقط أخرج وقل السلام عليكم ورحمة الله، أربع كلمات. صلاحيات إمبراطورية لشخص عاجز. السؤال باختصار: في أي زمن نعيش؟ في أي مكان نعيش؟ إلى أي حد وصلنا؟ هل العبث إلى هذه الحدود؟ هل الإجرام إلى هذه الحدود؟ شخص لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الخلاء وحده، لازم يأخذه الناس هناك، شخص لا يستطيع أن يلبس حزام السروال أو السروال لازم يلبسوه له الناس، هل وصلنا إلى هذا الحد؟ بالاستهزاء بالوطن، بالاستهزاء بالناس، بالاستهزاء بالعقول، هل وصلنا إلى هذا الحد بالاستحمار والاستغفال والاستغباء؟ هل وصلنا إلى هذا الحد أن الجزائر ليس فيها رجال؟
هل وصلنا إلى هذا الحد؟ رغم كل هذا كان المفروض أن تطبق المادة 88 وهي التي تثبت عجزه. هل هناك عاقل بصدق بينه وبين نفسه يستطيع أن يقول نعم الرئيس مش عاجز؟ طبعا ليس الكلمات التي تقول كذبا من منافقين ومتسلقين وناهبين للمال العام، ليس هؤلاء، لكن بصدق هل هناك من يجادل أن هذا الرئيس ليس عاجز؟ إذا لم يكن هو عاجز فما هو العجز؟ عبث. مع ذلك ما زالت ما يسمى ببعض المعارضة أو المعارضة الرسمية ما زالت أعضاء وما زال في هذا المجلس الوطني أو في البرلمان ما زالوا أعضاء. كيف ستواجهون الناس عندما سيأتوكم هؤلاء بهذا الدستور مثلما جاوكم بقانون العار، قانون النهب العام اللي يسموه قانون المالية، قانون التفقير العام اللي الآن الأسعار راهي ترتفع يوميا، سترتفع الأسعار وستشاهد الناس الأيام القادمة والأسابيع القادمة كم سترتفع الأسعار، كل شيء سيرتفع في الجزائر إلا الإنسان اللي ستزول قيمته مرة أخرى والدينار اللي ستزول قيمته مرة أخرى، سترقص قيمته مرة أخرى. هؤلاء إخواني، هؤلاء في المعارضة اللي مجتمعين في معارضة معينة، ما زلتم تؤمنون بهذا البرلمان؟ أنتم تقولون أنه مزور، أنه مغشوش، أنه بني على التزوير وعلى التزييف وعلى العبث بالانتخابات، ماذا تبقوا فيه؟ مروا لكم قانون المالية 2000 وقالوا قالوا والله نحن مررنا وهناك أقلية رفضت ولكن الأغلبية مرت. إذن هم يعبثوا بكم في واقع الأمر لأنكم أنتم سيقولون أمام العالم أن هناك أقلية رفضت وهذه الديمقراطية لكن الأغلبية مرت القانون. إذا بقيتم سيقولون نفس الشيء عن الدستور، سيقولون أن والله هناك 20% أو 15% من حقهم اعترضوا لكن الأغلبية، أغلبية 3/4 على ما أعتقد كما يسمونه، سقبلت. صراحة لا أجد أي تبرير، لا أجد أي عذر، لا أجد أي سبب أنا وغيري وهم أكثرية كثيرة في اعتقادي لأن تبقى الأحزاب القائمة اليوم فيما يسمى بهذا البرلمان أو هذا المجلس الشعبي بعد هذا الدستور، بعد هذا المشروع. هذا المشروع عار، هذا الدستور عار وأقصى، وتثبيت للطغيان وتثبيت للنهب وتثبيت لمجموعات وإفساد للعقول وإخراج الجزائر عن أبعادها الحقيقية، بالرغم أنهم أرادوا أن يرموا عظم لإخواننا ممن يدافع على الأمازيغية، وكلنا ندافع على الأمازيغية لأن هذا أصلنا، لكن طبعا أرادوا أن يعثوا بها عندما قالوا لغة رسمية. عبث، لغة رسمية وهم مش قادرين يمشوها في بلدية واحدة، عبث بعقول الناس طبعا. لكن المهم القضية عاطفة، الأمازيغية لستم أنتم لتدافعون عنها لأنكم كاذبون، والعربية لستم أنتم لتدافعون عنها كاذبون، والإسلام لستم لتدافعون عنه لأنه كاذبون. أنا أخاطب هنا رؤوس الإجرام، رؤوس النظام. لكن بالنسبة لإخواننا فيما يسمى بالمعارضة الرسمية، رجاء فيقوا شوية، انتبهوا شوية، خلاص العبث هذا أنت تبقى رجل هنا ورجل هيه ما تمشيش، تبكي مع الراعي وتأكل مع الذيب ما تبكي، ما تمشيش. أنتم تطيلون في عمر هذا النظام وأنتم تضعفون إرادات التغيير، فأتمنى عليكم أن تتخذوا في نهاية المطاف قرار قد يحسبه الناس لكم، ويوما ما قد يقولوا والله كانت لهم فرصة وكان في الأخير انسحبوا من برلمان الغش، برلمان العار، برلمان الفساد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.